السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الجزء السابع من HPC Sample Project. هنتكلم النهاردة عن تحويل السيستم دوت لفان كويلز تشيلد ووتر. ممكن طبعا نجيلها Air Handling Unit، بس احنا شوفنا قبل كده السليكشن بتاعها. فهنتكلم المرة دي على فان كويلز، ان احنا هنحول السيستم ده من باكج سيستم لفان كويل. طبعا مش هتلاقي تشيلر بالحمل القليل دوت بتاع الغرفة دي، لازم يكون عندك المشروع موجود فيه كذا حمل تاني، بحيث ان هما كلهم مع بعض يقدروا يوصلوك ان انت تجيب تشيلر في الموقع. ووارد برضو ان انت تقدر تاخد حاجة زي كده، تاخد وصلة مية تشيلد ووتر من مشروع جنبك. ساعات بعض المشاريع بتعمل كده، بيعملوا التشيلرز بأحجام كبيرة بحيث ان هي تغطي الحمل بتاعهم والأحمال المجاورة ليهم، بحيث ان يبيعوا التشيلد ووتر دي لأي مصنعين، مصانع او شركات جنبهم او مولات، علشان يقدروا ان هما يستفادوا بالكلام ده. لا، هعمل دلوقتي ان انا هاخد كوبي بس من البروجكت كده، شفت؟ وبعدين اخر واحدة، وبعدين ندوس على القفل. يبقى احنا كده قفلنا تاني اللير اللي احنا فتحناها. طبعا هنحتاج بس ايه، نخلي الاي سي دوكت ده اوبن، لان ده اللي احنا شغالين عليه لغاية دلوقتي. تمام، برضو دي اوبن. تمام، بس كده. اول حاجة علشان نحول السيستم ده لفان كويلز، تمام، فده معناه ان هيبقى موجود عندك هنا وحدات فان كويلز متوزعة جوه السبيس، وهتاخد تشيلد ووتر جاية من السطح، تمام، اتسقعت بالايه، بالتشيلر. طيب، اول خطوة هنعملها ان احنا نروح للهاب ونبتدي نغير الاحمال بتاعتنا والسيستم بتاعنا. نقول له دوبليكيت، تمام، ونختار تشيلد تيرمينال يونتس و 2 بايب فان كويل. هيظهر لنا هنا مصطلحين دايما بيظهروا مع التيرمينال يونتس، اللي هو دايركت فنتليشن او كومون فنتليشن. دايركت فنتليشن معناها ان انت هتيجي هنا وتعمل هنا فتحه مثلا في السطح، في الحيطه فوق الشباك، والفتحه دي هتسحب للفان كويلز ايه، الفريش اير بتاعها. تمام، ده وارد، ده احتمال. الاحتمال التاني، وده اللي بيمشي في معظم المشاريع، ان انت بتشتغل بالكومون فنتليشن. الكومن فنتليشن معناها ان انا بدخل لها الهواء الفريش دوت بس بعد ما تسقع لدرجه حراره 75 درجه فهرنهايت، اللي هي درجه حراره الغرفه. بيتم الكلام ده ازاي؟ الكلام ده بيتم من خلال وجود ما يسمى بالتمبرنج فنتليشن اي سي يونت، اللي هي وحده معالجه الهواء الخارجي. دي بتتحط برضو كاير هاندلنج يونت مثلا، او كباكج يونت، تتحط على الروف وتنزل بدكت بممر هواء زي ده كده بالظبط، وبتنزل ترمي بس الفريش اير بتاعها قريب من ايه، الفان كويل. يعني هتمشي مثلا بمسار بالمنظر ده زي اللي احنا شايفينه قدامنا كده، ولكن مثلا هتنزل هنا كده مثلا وتدي كده داخله للفان كويل دي، وبعدين تروح مكمله قدام شويه وتدي داخله ايه، للفان كويل. طبعا ما بتتوصلش على الفان كويل نفسها، ولكن مجرد بس ان هي بترمي الفريش اير جنبها، والفان كويل بنفسها بتقدر بعد كده تعمل ايه، الميكسنج بوينت، الميكسنج، شغل الميكسنج بتاعها. طب الكلام ده هيفرق في ايه وهيبان ازاي عندنا؟ نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نعمل دايركت فنتليشن. طيب لو عملنا دايركت فنتليشن هنلاقي طبعا الخانه فنت سيستم دي بقت كلوزد، وهنلاقي ان هو مختار السيستم عادي زي ما هو، ونختار بس الثيرموستات وبعد كده الكومون داتا. نقول له درجة الحرارة بتاعتنا 55 درجة فهرنهايت، تمام، والترمينال يونتس ممكن نقول طبعا مش محتاجين هيتنج. ترمينال يونتس نقول له الستاتيك بتاعنا 0.3، وده أقصى ستاتيك لوحدات الفان كويلز لحد دلوقتي يعني. بعد كده السايزنج داتا نحط له 5%،
سيفتي فاكتور، وبعدين نقول له اوكي. ده كده المكنه دي، خلينا نظبط اسمها بس، دي تشيلد ووتر فان كويل يونت داش دايركت فنتليشن. هناخد منها دوبليكيت وهنسميها بقى المره دي ايه، كومون فنتليشن. هنيجي هنا ونختار كومن فنتليشن، هنلاقي الخانه بتاعت فنت سيستم كومبوننت اتاكتيفيت، وبقى عندك ممكن تضيف كولينج كويل. دلوقتي انا هقول له ان الهواء اللي جاي لك دوت هيجي لك معالج لغايه درجه حراره 75 درجه فهرنهايت. ليه انا بدخله الكلام ده هنا؟ هنا الكولينج كويل هو بيقول لك الحمل المطلوب ازالته من الهواء الخارجي عشان يوصل لدرجه حراره 75 هو بكذا، وهنشوف شكله ازاي في الريبورت. الفنت تمام، نقول له مروحة الفنت ممكن تضيف هنا الاستاتيك بتاعه وليكن مثلا بنص انش ووتر جيج وداكت سيستم وهكذا بتاع الفان كويل. طبعا احنا هنقول له بلينم تمام، وهصفر له النسب دي لان ايه الفان كويل محطوطة جوه الأوضة ومفيش كمان عندي اي مفيش عندي اي سقف صوت. ثيرموستات فراكشنال مفيش اي اختلاف بعد كده في الداتا، سايزنج داتا 5%، خلاص نقول له اوكي. كده انت ضفت ايه الكومن فنتليشن والدايركت فنتليشن. طب اللي ناقصنا ايه بقى؟ نضيف الايه التمبرنج فنتليشن يونت، هنخليها مثلا سبليت اير هاندلنج يونت، ونختار من هنا تمبرنج فنتليشن سي في اللي هي بتعالج الهواء الخارجي. الفرق لما اختار تمبرنج فنتليشن هنا، لو اخترت اي غرفه في الزون داتا، اي غرفه اي غرفه موجوده عندي حتى لو اخترت 10 غرف، بيختار او بيعين فقط قيمه الفنتليشن اير بتاعها تمام، وده اللي هنشوفه دلوقتي. بياخد الهواء الفنتليشن بس ويسقعه تمام، بياخد هواء الفنتليشن بس ويسقعه. لو جينا كمان دخلنا على السيستم داتا، مش عايز من هيتنج، خش على الكولينج، هتلاقيه حاطط لك بكام، درجه حراره كام، 75، زي بالظبط اللي كان فين في الكومن فنتليشن داتا الكولينج كويل بتاعها. وبعدين الفنت فان زي ما قلنا نص بس، نص انش متر جيج وهكذا. وبرده 5% السيفتي فاكتور بتاعنا، ندخله بس الفراكشنال وبعدين نقول اوكي تمام كده. عايزين نشوف ايه بقى؟ عايزين نشوف الداتا بتاعت الكلام دوت. هنا نقول له دي تمبرنج فنتليشن HU AHU tempering ventilation. نبتدي نشوف ايه الريبورت بتاعنا للكلام ده. انا مش عايز ابدأ بالمكنة التمبرينج، انا عايز ابدأ بالمكنة الدايركت فنتليشن. دي المكنة الدايركت فنتليشن، طبعا ما بيذكرش اي درجات حرارة ولا اي حاجة في الورقة الاولانية. هنلاقي الحمل بتاعها 111 بي تي يو، درجات الدخول والخروج 77.9، اللي داخلة على الكولين كويل والخروج 56.5، ومحتاجين لها 22 جي بي ام. خلي طبعا ال 22 جي بي ام دي ايه في دماغنا الكلام ده، لو ايه لو شغالين دايركت فنتليشن. يعني ايه دايركت فنتليشن؟ يعني هيخش، هنعمل فتحه في الجدار تسحب منها الفان كويلز بالنيجاتيف بريشر، هواء خارجي فريش اير او بمروحه تمام، ويحصل الميكس عند القرب الانلت بتاع الفان كويل، وهتطلع هتبقى الدرجه الحراره الناتجه اللي واصله للكويل اللي هي اللي داخله على الكولينج كويل بتاع الفان كويل هيكون 77.9 درايبال ب 64.3 ويت بال تمام. طيب ده كده الدايركت فنتليشن. لو حبينا نشوف الكومن فنتليشن، دي الكومن فنتليشن، هنلاقي ان هو ايه، حط لك هنا الكولينج كويل داتا اللي احنا قلنا عليها تمام، اللي هي بتسقع هواء خارجي بس 105 درجة فهرنهايت وتوصله ل 75 درجة فهرنهايت ل 74.7 تقريبا درايفر بليفنج تمام. لإيه بقى؟ كام سي اف ام؟ خد بالك 295 و 259 اللي هو فقط السي اف ام بتاع الفنتليشن.
انا كده جوه الفان كويل، ما مش تمبرنج فنتليشن، هو بس عرف لي القدرات بتاعه الايه الكولينج كويل اللي احنا عايزينه بالبي تي يو بر اور والايه والطن التبريدي. لو شفت درجات الحراره طبعا اللي داخله للفان كويل دي هتلاقيها اقل من التانية. ليه؟ لان هي داخل لها هواء خارجي معالج ل 75 درجه فahrenheit، وهواء جاي من الغرفه اصلا درجه حرارته برضو 76 75 درجه فهرنهايت، فبيكون المحصله درجه حراره 76.2 اقل من الثانيه اللي هي 77.5 تقريبا، ودرجه ويت بالب 63.8. تمام، الجي بي ام بتاع الميه ايه قل شويه 20.86. طيب نروح بقى على التمبرنج فنتليشن الاي اتش يو، هنلاقي ايه؟ ان حبل الكولينج كويل بتاعها رغم ان انا اخترت الغرفه كلها بس انا كاتب ايه عرفت المكنه تمبرنج فنتليشن، فاللي بيحصل بيختار الحمل التبريدي بتاعها هو فقط التبريدي المطلوب للايه للفنتليشن سي اف ام بتاع الغرف اللي انت اخترتها، ولاني اخترت غرفه واحده فهو دخل الحمل بتاعها بس اللي هو 8.4 اللي كان موجود برضه عندنا ايه تحت. طيب كده تمام. طيب اللي احنا محتاجينه بقى دلوقتي ايه؟ نعمل سيليكشنز للفان كويلز، عايزين نعمل سيليكشن للفان كويلز. طبعا هنشتغل زي ما قلنا على الكومون فنتليشن اللي انا سقعت فيها الهواء بوسيله خارجيه او بكون كويل خارجي او اي حاجه زي كده. طبعا هنعمل اول سيف، نقول فان كويل يونت تمبرنج فنتليشن، فان كويل يونت
سيف باسم فان كويل تمبرنج فنتليشن، ونقفل الهاب، وبعدين نفتح بقى الملف بتاعنا. ماشي مظبوط اهو. بعدين نفتحه علشان نشوف ايه القدرات اللي احنا عايزينها. احنا شغالين على المكنة ال common ventilation، الفان كويل common ventilation. الحمل بتاعها فين؟ اهو، دايما بنجيبه من البيبر التانية دي، 103.3 بي تي يو بير اور، والسي اف ام 4150 سي اف ام. هنخش دلوقتي على كتالوج للفان كويلز ونبتدي ندور ازاي نعمل منه سيليكشن. ده كتالوج نفس الشركة اللي احنا كنا عملنا منها قبل كده للتشيلد ووتر، الاير هاندل يونتس تشيلد ووتر. دي مكنة فان كويلز اهي، ده شكل الفان كويل زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اللي تحت ده اللي هو الحوض بتاع الصرف، ودي الايه المواسير والفنز بتاعتها اللي هو الكولينج كويل. اختيار الفان كويلز هو اشبه باختيار السبليت يونتس تقريبا كده، نفس الخطوات مع بس اختلاف موضوع الشد ووتر وهناك الفريون والكلام ده. هنا الدايمنشنال، خلينا حافظين بس رقم الورق اللي هي صفحة 10، هنرجع لها كمان شوية عشان ناخد الدايمنشن بتاعة المكنة. هنا بيتكلم عن في اس في اف في اس فان كويل يونت. هنلاقي هنا ان درجات الحرارة بتاعة التشيلد ووتر من 5.5 ل 14.5. طبعا مش ده اللي احنا بنشتغل عليه في مصر، لان في تشيلرز فاريانت دلتا تي ممكن تلاقيها موجودة لكن ما بتشتغلش عندنا في مصر حاليا. برضو ده تبع نفس الكلام اللي هو الفي اف الاف في اس فان كويل. فده كله مش اللي احنا عايزينه، نفضل ننزل لحد لما نشوف نوع تاني في البرفورمانس اللي احنا عايزينه. هنا الاف في اس تمام، ولكن فاميلي تانية اللي هي دبليو اس. هنلاقي فيها درجات الحرارة بتاعة دخول التشيلد ووتر 7.2 والخروج 12.2 اللي هي 45 درجة فهرنهايت، والخروج 54 درجة فهرنهايت. احنا عندنا دلتا دي 10 دي 9، يعني مش هتفرق كتير. فدي الفان كويل اللي احنا محتاجينها. ونخلي بالنا من هنا بقى درجات الدخول على الكولينج كويل 88 درجة فهرنهايت و 67 درجة فهرنهايت ويت بالب. طيب اللي احنا عندنا ايه بقى؟ لو جينا كده جبنا نلاقي 76.2 كولينج كويل انترنج ويت دراي بالب ويت بالب، 76.2 و 63.8 ديجري فهرنهايت. تمام، نرجع تاني للكتالوج. يبقى انا عايز 76.2، يعني 76 تقريبا، و 63.8 هنقول يعني 63 كويسة. كل ما تزيد درجة حرارة الويت بالب كل ما يزيد الحمل اللي ممكن تشيله الفان كويل. يعني لو جينا قارنا كده بين الرقمين اللي هنا دول تمام، هتلاقي هو طبعا هنا في بس فرق في الدراي بالب فالكلام مش هيبقى واضح. لو خدنا مكنة بنفس الدراي بالب تمبريتشر اهي اهي تمام، هنا على الميديم سبيد. طيب مش هنعرف نقارن ما بينها دلوقتي، مهم. طيب الحمل اللي احنا عايزينه هنشوف طبعا اكبر حمل ممكن، لان احنا هنوزع فان كويل في قلب الغرفة. درجة الحرارة اللي احنا عايزينها خلاص اهي عرفناها اللي هي دي، انا شغال على الهاي سبيد تمام. طبعا نختار اكبر حمل ممكن، يبقى 39.7 توتال لود، 39.79 ده التوتال لود بتاعنا. طيب احنا الحمل بتاعنا كام؟ احنا الحمل بتاعنا 103.3، 103.3 على 39.79 يطلع عندنا 2.5 فان كويل. يعني احنا محتاجين 3 فان كويلز، 3 فان كويلز من الفانة دي. برضو في حاجة تانية، نخش على الايه
السي اف ام. هتلاقيه بيقول لك هنا ان الحمل بتاعك السي اف ام لما يكون الستاتيك بوينت 2 هيبقى 1400 سي اف ام. طيب احنا عايزين كام؟ احنا عايزين 450، يبقى نقسم 450 على 1400 سي اف ام يطلع لنا 2.9. يبقى احنا برضو محتاجين 3 فالكويلز، والاختيار بتاعنا ايه؟ مظبوط. ممكن بقى نتكلم هنا، خلاص انت خلاص حددت الفالكويلز بتاعتك، تقدر بقى تتكلم زي ما انت عايز، تشوف الفانة الماتيريال بتاعتها الدايمنشن. الباور سبلاي اللي محتاجاه الفانة اهو بالواط كذا، تمام. الماكس باور انبوت بالواط 2 × 336.6 واط، تمام. الوزن بتاع الفان كويل 51 كيلو جرام، تمام. اليونت دايمنشن دي لك هنا ايه؟ الويتس والهايت، تمام. وبعد كده اللينس، هنا الأبعاد بالملي متر، والكونكشنز بتاعتك بيقول لك 3/4 بوصة تشيلد ووتر، 3/4 بوصة اللي هي دخلات الخروج والدخول بتاعت التشيلد ووتر والدرين كمان، كله 3/4 بوصة او دي ان 20. كده احنا عملنا سيليكشن لايه؟ للفان كويل. ولكن ممكن يكون عندك فيه اختلاف في درجات الحرارة، او عايزين نعرف كمان البريشر دروب اللي هيحصل للتشيلد ووتر جوه الكولين كويل. نعرف الكلام ده منين؟ من خلال البرفورمانس داتا، زي ما اتعودنا في اي كتالوج لازم يكون موجود عندنا البرفورمانس داتا. طيب هنا تلاقي بيدي لك درجات حرارة مختلفة، احنا عايزين دراي بالب. طبعا الاول هنشوف الموديل اللي احنا اخترناه اسمه ايه، اللي هو SD1200WS. 1200WS هنا كل ده 400 600، 1200 WS بس 80 درجة فهرنهايت، لا مش ده اللي احنا عايزينه. طيب هنا 400 بس، هنا 600 بس، هنا 800، 1000، ده الموديل بتاعنا اللي هو 1200. طيب درجات الحرارة بتاعتنا 76، 65، 65. احنا هنا بنعمل تشيك على درجات الحرارة بتاعتنا ونتأكد ان الحمل بتاعنا هيبقى مظبوط وكل حاجة هتبقى تمام. ستة وسبعين وتلاتة وستين أو 76 و65 درجة فهرنهايت. احنا عندنا 76.2 و63.8 تقريبا 64، يعني ممكن نختار الكولين كويل ده. مع طبعا احنا خلاص اخترنا المكنة، ولكن هنا بنختار البرفورمانس عند الايه الكلام ده، وهنختار عند الهاي. طبعا دي مدارس، ممكن تشتغل عند الهاي، ممكن تشتغل عند الميديوم، مفيش مشكلة. درجات حرارة بتاعت التشيلد ووتر هي 45 درجة فهرنهايت و54. يبقى هنا كده الحمل التوتال بتاعنا مع الهاي 47.59. في الحالة دي واضح جدا ان الفرق كبير، تمام. يعني احنا لما كنا شغالين على البوينت على 63 درجة، ثانية واحدة، اهي كان الحمل بتاعنا التوتال كام مع الهاي؟ 39.97 ميجا بتيو، تمام. لكن لما اشتغلنا مع، شوف ما اختلفش حاجة غير الويت بالب، بقت 65، زادت درجتين. فايه اللي حصل؟ زاد الحمل معانا اللي ممكن تشيله المكنة للمنظر دوت. طبعا ممكن تعمل انتربوليشن وتقلل تجيب الرقم بالظبط والكلام ده كله، ولكن مش هيهمنا اوي الكلام ده دلوقتي خلاص، لان الحكم دلوقتي اللي عندنا هو السي اف ام. طيب الكيلوات، كيلوات التبريدي برضو 13.94، السنسابل لود 9،
33.05. طبعا لازم تشيك برضو على الحمل السنسبل، هو كان عندنا في الكتالوج 33.05، هنا 88.9 على 33.05 يطلع لنا 2 برضو، يبقى هما الثلاث مكانات كفاية وكويسين جدا. تمام. طيب بالنسبة خلاص الووتر جي بي ام 11.05. تمام. الووتر بريشر دروب، ده الووتر بريشر دروب بالفيت لكل ايه، الفيت ووتر جيج، الفيت ووتر جيج. طيب طبعا كان ممكن انت ما تختارش الثلاث مكانات متماثلين، انت كان ممكن تختار مكانة تانية. احنا هنا عندنا السي اف ام بتاعنا 1400 سي اف ام. تمام. مثلا ممكن تشغل نفس المكنة دي ولكن عند الميديم، سرعة الميديم، ساعتها هتلاقي الجي بي ام اللي انت محتاجه هيبقى 9.31. تمام. يعني عموما ايا كان دي ظروف السليكشن بتاعتنا، اللي هي هنختار عند الهاي، هنختار ثلاث مكنات للتسهيل بس من النوع دوت اللي هو النوع اقصى اكبر نوع موجود عندنا. وهنبتدي ناخد دلوقتي برنت سكرين. دلوقتي لازم تحتفظ طبعا باي داتا انت بتاخدها من كتالوج بشكل اسمه الكات شيت. كات شيت يعني بتاخد برنت سكرين كده، او بتاخد كات لاجزاء من الكتالوج او الكتالوج نفسه وتعمل فيه بس السليكشن بتاعك والهايلايتس بتاعتك. كمل بس شوية برين سكرين عشان الكلام ده كله في الآخر بيتحط فيه حاجة اسمها سكادول، هي بتطلع مع الديزاين بتاع المشروع علشان تبقى كل حاجة متعرفة. وهنشوف مثال على الكلام ده في الآخر. هي بيتكلم على السي اف ام مع الاكسترنال بريشر مختلفة. طبعا احنا الموديل بتاعنا اللي هو 1200، احنا افترضنا طبعا السي اف ام عند البوينت 3 ولكن هو هيبقى اقل من كده غالبا، وليكن عند البوينت 2 هيبقى السي اف ام بتاعنا بالمنظر ده اللي احنا عملنا عليه السليكشن. احنا بيتكلم عن الامبير والباور انبوت اللي محتاجاه الفان كويل مع الاكسترنال بريشر اللي موجود قدامها. برضو ناخد ايه برنت سكرين منه كده. طبعا مهم جدا في الكتالوج ان انت تكون مطمن ان انت شغال عند ايه، عند الخمسين هرتز. طبعا هنا الداتا بتاعت الساوند بريشر لو انت محتاجها. وبكده بنكون خلصنا السليكشن بتاع الفان كويل بتاعتنا، الفان كويلز بتاعتنا، ونبتدي ان شاء الله دلوقتي نوزعهم. طيب احنا محتاجين دلوقتي ايه؟ محتاجين الرسم بتاع الكلام دوت، فعشان نجيب الرسم او نعمل الرسم محتاجين الابعاد بتاعت الفان كويلز من خلال البرنت سكرينز اللي انت خدتها، او من خلال الكتالوج ممكن تجيب ايه ابعاد الفان كويل عندنا، اللي هي هنا عبارة عن 1983 الطول. نعمل ريكتانجل كده ونختار اي نقطة، وبعدين نقول له دي انتر يعني دايمنشن،
ونقول له 1983، ده أول بعد. ونروح على الصورة ونجيب البعد التاني اللي هيبان عندنا طبعا اللينس والويتس، لكن الدبس مش هيبان. يبقى اللينس دلوقتي خلاص 1983، الدبس أو الويتس قصدي 580. نقول له انتر، خلاص هتلاقي ايه، حطلك شكل الفان كويل او المقاس بتاعه. احنا قلنا هنحتاج حوالي 3 فان كويل، تبتدي تختار اللوكيشن بتاعهم اللي انت عايزه. بعدين تبتدي ترسم ايه الدكت سيستم بتاعنا. يكون ايه حاجة كده بالمنظر ده. انا بس مش عايز اغير الديفيوزرز، ممكن تعمل سيليكشن جه تاني وكده على حسب السي اف امات الجديدة زي ما انت عايز، ولكن احنا عايزين نشتغل ايه بنفس القيم، مش عايزين نغير حاجة للتسهيل برضو. كده كده الاكزامبل ايه اتشرح. حاجة كده ايه بالمنظر اللي قدامنا ده، يعني هيبقى عندنا 2 فان كويل واخدين 6 ديفيوزرز، وفي واحدة بس هتاخد 5. طبعا الكلام ده ممكن يتعمل من خلال ان انت تغير تاني الفانكوي الديفيوزرز بتاعتك، بمعنى ان الفانكوي اللي عليها 5 ديفيوزرز دي بس طبعا ممكن تجيبها اصلا بمقاس اقل اساسا يعني، تمام، وتبتدي ان انت ايه تظبط الدنيا عندك. ولكن لو احنا رجعنا الهاي سي اف ام عند الاستاتيك بوينت 2، فهنلاقي ان ال 1400 سي اف ام دول لما نضربهم في 3، يعني 3 فان كويل، يبقى 4200. احنا اصلا عارضين 4150، يعني يا دوب احنا على قريبين من الرقم اللي احنا محتاجينه. طب واحنا دلوقتي لو جينا شيكنا على الاستاتيك بتاع الفانات دي، بتاع الفان كويلز دي، طيب احنا عايزين ندي ايه انديكيشن عن الموضوع اصلا، الاستاتيك ازاي بيتحسب الكلام ده.
في حاجة اسمها مصطلح اسمه الاكسترنال ستاتيك بريشر. دي كده الفان كويل يونت، تمام، او الباكج او اي حاجة زي كده. في حاجة اسمها الاكسترنال ستاتيك بريشر، طالما المكنة جاية كلها في انكلوزر واحد، انكلوزر واحد كده، ففي حاجة اسمها اكسترنال ستاتيك بريشر. ده بيعبر عن ايه؟ عن الهيد اللي تقدر الفانة دي، المروحة اللي موجودة جوه هنا، تتغلب عليه. بس ايه اكسترنال؟ يعني خارج، اكسترنال يعني خارج المكنة، اللي هو ايه؟ الدكت. طيب لما نيجي نحسب ستاتيك بريشر، فاحنا بنحتاج نشوف اللينس بتاع الدكت، تمام، مجموعة عليه حاجة اسمها الايكويفلنت لينس، اللي هي الطول المكافئ للفيتنج، وبعدين بيتضربوا في البريشر لوس اللي احنا بنشتغل عليها هنا، واحد لكل 100 فيت، بوينت واحد لكل 100 فيت، وبيتجمع عليهم 0.15 تقريبا، اللي هو الستاتيك بريشر لوس في الديفيوزر. لو جينا استخدمنا كده الآلة شفنا الرقم ده هيطلع بكام. الأول طبعا لازم نحسب كل المسار، نقول حاجة اسمها أمر اسمه بي ال انتر، نقول الفان كويل كده ويمشي على الضغط الأطول مسار، نكون حاجة كده، بعدين نقول له ال اي انتر أو ليست انتر، ونختار البولي لاين ده، هنلاقيه جايب لنا ايه؟ اللينس بتاع البولي لاين. يبقى انا طول البولي لاين بتاعي كام؟ 10 متر تقريبا. طيب يبقى القانون بتاعي 10 متر مضروبة في 1.2 او 1.15، تمام كده. انا عملت الطول وزودت 15% منه كنسبة الايه؟ المفاقيد في الوصلات والاكواع والكلام دوت. بعدين هضربه في 0.1 على 100، وهجمع عليهم 0.15 اللي هو البريشر لوس في الديفيوزر. يطلع ان الستاتيك بريشر لوس بتاعنا 0.26 تقريبا. نعيد كده تاني الحسبة مع بعض، 10 متر في 1.15 كده، ده الطول، هنضربها في 0.1 على 100 كده، جبنا البريشر لوس في الدكت، نجمع عليها ايه؟ 0.15 البريشر لوس في الديفيوزر، يطلع التوتال بتاعنا 0.16. 0.16 ده معناه ان هو اقل من ايه؟ من 2 من 10، فاذا الاختيار بتاعنا مظبوط. طيب ممكن بقى نعمل احنا اعادة سيلكشن تاني للديفيوزرز اللي موجودة هنا او هنا. ازاي؟ كل مكنة من دول بتطلع 1400 CFM، لو قسمناها على الستة يبقى كل ديفيوزر من دول هيبقى فيه كام؟ 230 CFM تقريبا. الاختيار بتاعنا مع الباكج كان الديفيوزر دوت بيشيل 275 CFM تقريبا، طبعا هنا الرقم ايه؟ اتغير. وبعدين هيبقى لنا في اخر مكنة دي عندنا 1400 CFM برضو، ولكن مقسومين على خمسة ديفيوزرز بس، فهيبقى كل جريلا منهم 280 CFM. طيب كده المحاضرة ديت انتهت، او الجزء ده انتهى. الجزء الجاي هنتكلم فيه عن البايب سايزنج بتاع التشيلد ووتر اللي هتوصل فان كويل دي ببعضها، وهنتكلم عن التكست اللي بيكتب على الديفيوزر. طبعا المكنه بتاعت التمبرنج او الفنتليشن طبعا هي ما بتبقاش محسوبه غرفه واحده زي ما احنا عارفين كده، ولكن الدكت بتاعها اللي هيبقى جاي يوزع هنا في الغرفه طبعا ما بيبقاش ليها ريتيرن، هيبقى جاي كده بالمنظر ده، ويبتدي ايه؟ يمشي كده ويدي داخله للفان كويل دي، ويكمل كده ويدي برضه داخله للفان كويل دي، تمام. وعلى حسب كل فان كويل من دول محتاجه كام سي اف ام بالظبط، طبعا هتبقى تلت السي اف ام اللي موجود عندنا للفنتليشن للغرفه دي كلها خلاص. وبعد كده تبتدي ايه؟ تعمل تشوف كل برانش من دول هتشيل كام سي اف ام، وتبتدي تعمل له سايزنج للدكتور زي ما شفنا الايه في المحاضرة اللي فاتت. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.